في البصرة تستمر أزمة نقص أدوية السرطان في المحافظة. نتابع مناشدة من بعض وجهاء المدينة وجهوها للحكومة التي قالوا عنها إنها مقصرة تجاه المرضى الراقدين في مستشفى الطفل للأمراض السرطانية. نستمع إليها في المقطع الآتي. هذه النتيجة. ناشد مؤسسات الحكومة، الحكومة المركزية والمحلية وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أن تمد يد العون ومساعدة هؤلاء الأطفال، فهؤلاء حق بالعناية والرعاية من غيرهم. إخواني الأعزاء، يومئذ الله عز وجل راح يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هاي رعيتكم، هاي هذا الشعب انتخبكم، التفتوا لهذا الشعب، التفتوا لهؤلاء الأطفال، دول هم ضحايا الحروب والمغامرات والتلوثات والإهمال. أناشد كذلك الأخ السيد المحافظ، الأخوة في مجلس المحافظة، الحكومة المحلية مالتنا في محافظة البصرة عناية خاصة. وأنا الأعزاء، هذول مثل أبنائكم، مثل ما تباوع لابنك باوع لهذا الطفل اللي جاي اليوم في مستشفى الطفل يعاني توفير الأدوية والأجهزة والعناية الخاصة. ناشد أن يكون هناك عناية خاصة ورعاية خاصة، واللي ما يصير العلاج هنا أخذ الخارج عالجة، لأن هذول أطفالنا وذول ورودنا وجيل مستقبلنا. احنا بسبب يعني حقيقة المغامرات اللي وقعت علينا هو ضحايا هؤلاء. بسبب الله التوفيق، الله يحفظك.